كيف يكون الولاء بين المرأة؟ نعم. يقول كيف يكون الولاء بين المرأة وعبدها العتيق أو أمتها العتيقة؟ فأنا لم أفهم مسألة المرأة المعتقة، وما هو البيت المنظوم الذي ذكرته؟ أنا يحتاج يا أخي إلى دراسة، ما يكفي الكلام ذا. أنا قلت لكم الفرائض تحتاج إلى دراسة، ما يكفي فيها الشرح العام هذا، إنما هو توجيه فقط، ولن تفهم من مجرد هذا الدرس هذا. نعم.